الى الان ما في شيء واضح، لسه مش واضح، لسه لا ما في شيء واضح. لكن ان شاء الله اتمنى اتمنى ان شاء الله. بس دائما في سياسه قنوات بي ان سبورت ان الماتشات مثلا النادي الاهلي مع الفرق غير العربيه تكون فيها الاولويه للمعلق المصري، اوكي، على اساس انه ياخذ حقه ويعلق لنادي بلده، لنادي بلده. والامر ينطبق على المنتخبات. في المواجهات العربيه لا ممكن يبقى تروح لمعلق محايد، فمعناته كده الاهلي والهلال في النهايه انا على يا سلام، ده تبقى حلوه جدا. الاهلي المصري والهلال السعودي وتعليق عماني، يعني حاجه جميله جدا يعني، وتبقى اشياء رائعه.